سريعا كده، كهربا وأزمته مع النادي الأهلي، هل كهربا هيبقى موجود في المشهد في الفترة اللي جاية؟ هل ده يعني قرصة ودن؟ أنت شايف يعني مشوار كهربا شكله أو ملامحه تبقى عاملة زي في موجود الفترة اللي جاية؟ كهربا امبارح كان موجود في الماتش، على فكرة كان موجود في الماتش امبارح، واعتقد ان دي رساله للناس اللي قالت ان هو ممكن يمشي او ممكن او هو زعلان من العقوبه او الكلام ده. لا، ده هو امبارح وجوده في المباراه بتاكد ان كهربا عايز يفضل موجود ومش عايز يمشي. وانا اتمنى ان اللعيبه اللي بفكر كهربا وفكر صالح جمعه يبصوا للناس اللي بتوصل. يعني الناس دي للاسف بتبص تحت رجليها، ما بتبصش هي ممكن تبقى ايه، لان هم في مكان النادي الاهلي نادي كبير. يعني لما يبقى عندي لاعب، لما يبقى في لاعب بحجم وامكانيات كهربا ويبقى رحيله عن النادي الاهلي مش للمستوى بحاجات خارجيه عن مستواه، دي حاجه بتحزن اصلا الكره المصريه عموما. يعني انت تبقى عندك كميه لعيبه متميزه بس بره الملعب مش عارفه تتاقلم او مش عارفه تعيش او مش عارفه تلتزم او مش عارفه تحط نفسها في وضع ان هي خلاص لاعب كوره، يبقى لازم لاعب يبقى لاعب كوره، يبقى صحان بدري نوم بدري، تركيز في تمرين، تركيز في مباريات، كل الامور دي لازم لعيب الكوره لازم يحط فيها يعني خاطر ينجح ويوصل. بنتمنى انه الرساله توصل، نتمنى ان احنا نشوف كهربا في يعني افضل حال ويبقى بيأدي في الملعب بشكل افضل زي ما بدا بدايه الموسم، كان ظاهر بشكل كويس، يعني باذن الله يبقى في فرصه ان هو يراجع حساباته، نشوفه بشكل يعني يشرفه ويشرفنا باذن الله. بشكرك.